أولا في هذه الأذكار يغفل كثير من الناس وتكون مقاصدهم دنيوية فيها. يبدو أنه يراجع حفظهم على الشيخ قرآن يعني. في سواء في ورد القرآن أو في أذكار الصباح والمساء. نعم. يعني بعض الناس يحفظ أو يسعى إلى حفظ القرآن ليبقى الثناء عليه بحفظ القرآن، ما يقصد إرضاء رب العزة والجلال ولا يقصد الحصول على الأجر الأخروي. الله المستعان. يقرأ ورده من أجل أن يحفظ، أن يحفظ من السحرة والحسدة وأهل الشرور. يا أخي اقرأه ليرضى الله عنك، ربك الذي خلقك خليه يرضى عنك. الله المستعان. كذلك انوى أن تحصل على أجر الآخرة بهذا الذكر، وما جاء تبعا من الحفظ ومن ابتعاد هذه الشرور عنك ليكن تابعا. أعظم ما بلين به أن نقصد بأعمالنا الدنيا، وإذا وصل ذلك إلى العبادات في الدعاء وفي الذكر، وبعض حتى يصل إلى الصلاة، ليش تصلي؟ قال عشان أنجح. الله المستعان. عشان تنجح في الآخرة، النجاح الدنيا سهل، ما جاء في الدنيا تبع. قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. اللي أعمالك كلها للدنيا ترى لنار جهنم حتى ولو كان عابدا، إن عبادته لم يرد بها الآخرة. كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله السلامة. إذا لابد أن تكون نياتنا أخروية. اللهم استعان. أخروية. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. عندما يأتينا بعض الأشخاص ويقول المنافع الشخصية لا تقدمونها على المنافع العامة، نقول هذا غلط. ناظر مصلحتك الشخصية بس مصلحة الآخرة. متى نظرت إليها جاءت المصالح الدنيوية العامة والخاصة وكل شيء. كيف تبرئ ذمتك؟ اللهم استعان. بارك الله فيكم، أحسن إليكم.